تفاصيل أكثر معنا محافظ الزرقاء حجازي عساف. أستاذ عساف حياك الله في قناة المملكة، أبدأ معك بالإجراءات والتفاصيل كلها معك، تفضل. الله يحييك يا ستي. اليوم سجل في محافظة الزرقاء هو 15 حالة، من ضمن ال 14 اللي تحدث عنهم قبل قليل معالي وزير الصحة، ال 14 بحي الإسكان، والرقم 15 هي للممرض الذي يقطن في محافظة الزرقاء في حي الدويك. وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في مثل هذه الظروف، حيث تم عزل ثلاثة طوابق بست شقق لمنزل الممرض وذويه. وثم مساء قبل قليل كنت في موقع حي الإسكان، هذه المنطقة التي تم الإصابة فيها قبل حوالي أسبوع، وهي ما منطقة معزولة، لكن اليوم أضفنا ما يقارب 20 بناية عزل إضافي لمزيد من الاحتياط وتجنبا لانتشار الفيروس أكثر وأكثر. وحاليا يعمل في المنطقة 8 فرق تقصي تقوم بأخذ العينات من كافة القاطنين في المنطقة، من الذين أخذ منهم سابقا، واليوم أخذ عينات إضافية للمرة الثانية وللمباني اللي ذكرتها الجديدة. نعم. طيب أستاذ عساف، عندما نتحدث عن حي الإسكان وإجراءات العزل فيه، وكما تفضلت بأنه هذا الحي منطقة معزولة لنقل بالأحرى، طيب كيف يتدبر المواطنون أحوالهم هناك؟ يعني سؤال بتفاصيل أكثر، كيف يتماهى المواطنون مع هذه الإجراءات؟ نعم يا ست، الإجراءات اللي اتخذناها بحي الإسكان اتخذتها أنا بفترة قبل في منطقة الهاشمية وفي قضاء بيرين على الإصابات التي تمت في وقت سابق. رتبت مع الحاكم الإداري والبلدية لتأمين احتياجات المواطنين من المواد الغذائية والخبز وخلافه. يعني المواطن ما بيضطر يطلع نهائيا، وأصلا هو ممنوع يطلع، لذلك على التلفون بوصلوا كل شيء لبيته. نعم. إذن محافظ الزرقاء حجازي عساف، شكرا جزيلا لك. شكرا.